آخر بنهائي 2006. أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا عام 1994 و1998. أصغر اللاعبين تسجيلاً للأهداف البرازيلي بيليه بعمر 17 عاماً و339 يوم ضد منتخب ويلز بكأس العالم عام 1958. أصغر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بنهائي كأس العالم البرازيلي بيليه بعمر 17 عاماً و249 يوماً ضد منتخب السويد في نهائي كأس العالم عام 1958. أكبر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الكاميروني روجيه ميلا سجل ضد روسيا بكأس العالم عام 1990 وبعمر 42 عاما و39 يوما. أكبر اللاعبين تسجيلا الأهداف بنهائي كأس العالم السويدي نيلس لاديلهولم سجل هدفا ضد منتخب البرازيل في نهائي كأس العالم عام 1958 وكان عمره 35 عاما و263 يوما. أسرع هدف سجل بكأس العالم أحرزه التركي هاكان شوكور بعد مرور 11 ثانية ضد منتخب كوريا الجنوبية بمباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2002. أسرع هدف بنهائي كأس العالم أحرزه الهولندي يوهان ناسكينز بعد مرور 90 ثانية ضد منتخب ألمانيا بنهائي كأس العالم عام 1974. أصغر اللاعبين تحقيقا لبطولة كأس العالم البرازيلي بيليه بعمر 17 عاما و249 يوما بكأس العالم عام 1958. أكبر اللاعبين تحقيقا لبطولة كأس العالم الإيطالي دينو زوف بعمر 40 عاما بكأس العالم 1982. أكبر اللاعبين مشاركة ببطولة كأس العالم المصري عصام الحضري بعمر 45 عاما و161 يوم. أكثر حراس المرمى استقبالا للأهداف بكأس العالم محمد الدعية استقبل 25 هدفا مع منتخب السعودية. أكثر عدد من الدقائق التي لعبها حارس مرمى دون أن يدخل عليه هدف 517 دقيقة من نصيب الإيطالي والتر زينجا حارس منتخب إيطاليا ببطولة عام 1990. أقل الحراس استقبالا للأهداف واستطاعوا الفوز بلقب كأس العالم الفرنسي فابيان بارتيز بكأس العالم عام 1998 هدفين. الإيطالي جان لويجي بوفون بكأس العالم 2006 هدفين. الإسباني إيكر كاسياس بكأس العالم 2010 هدفين. أقل الحراس استقبالا للأهداف في بطولة واحدة السويسري باسكال زوبرهالر حيث لم يدخل في مرمى أي هدف في 3 مباريات بكأس العالم 2006. أكثر حراس المرمى تصديا لركلات الجزاء الأمريكي برادفيل فريدل ببطولة 2002 ركلتي جزاء. أكثر المدربين فوزا بكأس العالم الإيطالي فيتوريو بوتسو مدرب منتخب إيطاليا بين عامي 1934 و38. أكثر المدربين تحقيقا للانتصارات المتتالية البرازيلي لويس فيليبي سكولاري فاز في 11 مباراة متتالية مع منتخبي البرازيل والبرتغال 2002 و2006. أكثر المدربين مشاركة بكؤوس العالم البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا درب 6 منتخبات منتخب الكويت في عام 1982 منتخب الإمارات بعام 1990 منتخب البرازيل عام 1994 منتخب السعودية عام 1998 منتخب البرازيل عام 2006 منتخب جنوب إفريقيا عام 2010. أكبر المدربين بكأس العالم الألماني أوتو ريهاغل مدرب منتخب اليونان ببطولة 2002 بعمر 71 عاما و317 يوماً.